هو الشعار. مستعدا ليل نهار، كن مستعدا لتقن نوما، كن مستعدا اسفا بطوار. شوي بس قبل ما يدخل المتابعين اللي قاعدين بيتابعونا. وعليكم السلام أزهار من العراق. مرحبا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ اليوم حدوتة رزان. طبعا السلام عليكم. أنا المرشدة رزان شادي صقر من مجموعة كشافة غزة الأولى فلسطين غزة. وأنا المرشدة ديمة عبد الجواد من مجموعة كشافة غزة الأولى فلسطين غزة. حدوتة اليوم هي حلوة في حياتي كتير. أول إشي انتمائي في الحركة الكشفية، ونمي موهبتي في الفلكلور والدبكة الشعبية. بابا كان له صحاب كتير في الدبكة وكتير شجعني لهاي الاشي، وانا كتير تشجعت. كنت وانا صغيرة بابا كان بدبك وكان بعرف يدبك، وكان في عنده صحاب كتير وهي فرقة العنقاء، طبعا كل التحية لهم. من وانا صغيرة كنت اعرف ادبك واحدة ونص تتليتة. بعد ما بابا شافني وانا قاعدة بدبك فكتير حب الاشي وشاف الاشي كتير حلو، فحب انه يطورني في هذا الاشي وحب يسجلني في فرقتي، وكتير كيف علي وبدأ يعني كيف اقولكم بدأ يدربني وعادي وهيك. فحبيت اليوم احكي هذا الكلام. وبس، وكنا واحنا صغار لحتى الان يعني. وحبيت اني اجيب صاحبتي ديما عبد الجواد، صديقتي من فرقه العنقاء. حبيت اني اجيبها وتستضيف معي في البث المباشر اليوم، ونحكي انا وياها عن الدبكه ايام واحنا صغار. انا الي في الدبكه تقريبا 6 سنين، وانا الي في الدبكه 5 سنين. فكتير يعني اتصاحبنا انا وياها. اول اشي ما كنا نعرف بعض، بعدين صرنا كتير قراب لبعض، وتروح عندي هلا صرنا ونيجي عندها، ويعني كتير صرنا حبايب انا وياها. وهلا احنا قاعدين بنفكر انه نعمل فرقة في مجموعة كشافة غزة الاولى، ونطور هذا الاشي ونعمل فرقة دبكة شعبية لمجموعة كشافة غزة الاولى انا وياها. وبس يعني حبينا نعمل هذا الاشي وحبينا نحكي لكم كمان. وطبعا بشكر اللي خلوني اتطور لهذا الاشي برضو كمان مرة، واللي خلوني برضو يعني كتير احب الكشافة واحب الدبكة من وراهم. فاليوم حبينا انه نسيت اقولكم انه انا كمان بكتب الخط الديواني وكتير صرت احبه،
فكتبت لعدة أشخاص و وكانوا ياخذوني معهم تدريبات ومخيمات، وكانوا كتير 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 فخورين مني، وكانوا أحيانا إنهم يحطوا كمان أغاني دبكة وأنا أدبك معاهم ويشوفوني وكتير صوروني وأحبوني يعني وهيك. فكتير أنا حبيت الإشي هذا، وطبعا بشكر الكابتن محمد عباد اللي خلاني أوصل مع محمد عساف في فيديو كليب اللي هي دلع دلعونة، طلعت في البث في الفيديو كليب مع محمد عساف. وطبعا بحكي كمان مرة كل الشكر للكابتن محمد عباد وفرقة العنقاء. شوف التعليقات. ودت الرابعة، وعليكم السلام حبيبتي، كل التحية إليك. خلود كمال، وعليكم السلام، يا اهلا فيك خولة من المغرب. أسامة ناسك موفقين، تحية كشفية من المغرب، الله يسعدك يا قائد، وكل تحية لنا مرتب من فلسطين. تمام، أنا هلأ جمعت عدة كلام وعدة ورق اللي هو أنا كاتبة في الخط الديواني، كتبت لمجموعة كشافة غزة الأولى، وكتبت لمنصة حدوتة كشفية وكل الشكر إلها. والقائدة دينا السومة، كل التحية إليك. والقائدة لمياء الشافعي، كل التحية إليك. والقائدة مي الزبيدي، كل التحية إليك. والقائدة سيلفيا مخامرة، كل التحية. والقائدة سماح أحمد، كل التحية إليك. والقائد أسامة ناسك، كل التحية إليك يا قائد. والقائد حسن البقالي، كل التحية إليك برضه. منورين يا أمارات من لميا، بنورك يا أمر. أهلا وسهلا فيك جون قراعة من رام الله، موفقين يعطيكم العافية، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، كل التحية. تحية كشفية من طول كريم يزن، شكرا لك، تحية لك. طبعا هذا الخط الديواني كنت في المدرسة وأمطيد كثير حبت خطي، فحبت إنها تشاركني في الخط الديواني مع أستاذ، حبيت إني أشارك في هاي الفرصة، وبعدين صرت كتير يعني شاطرة في الخط الديواني وكتير حبيته، وأهلي حبوني وحبوا الخط اللي أنا بكتبه، وكتير في ناس صارت تكتب لي إنه أنا بدي إياك تكتبي اسمي، فأنا بدي أحكي لكم مين بده أكتب له اسمه في الخط الديواني. أنا جاهزة هلا. تحية من مصر، نورتينا أسرة حدوتة لميام. شكرا، اهلا وسهلا فيك واحلى تحيه لك. تيتا روزيت يسعدهم من حلوين، الله يسعدك حبيبتي. اسامه الشكر وكل شكر لك يا حلوين، تسلم، اهلا وسهلا فيك، تحيه لك. تمام،
تمام. هلأ تشجعت كثير من صحباتي والأنطيات تعوتي، وكل الشكر إلهم ولمديرتي الفاضلة. حبيت هذا الإشي إنه الكل جاي بيشجعني وبيحكي لي لا أنت بدك تكتبي خط ديواني، بدك خطك كثير حلو، بدك تشاركي، بدك تعملي، بدك تسوي. قلت لهم خلص أنا موافقة. أنا كنت أول إشي مش موافقة، فحبيت هذا الإشي إنهم كلهم شجعوني. فحبيت اني احكي عن موهبتي هاي، وكتير انا في عندي مواهب، ممكن ارسم، ادبك، خط ديواني، اشي جديد. فكتير حبيت هذا الاشي صراحة، وبشكر برضو انطياتي والمديرة اللي شجعوني على هذا الاشي. القائد محمد، أنا قائد محمد من الجزائر، هل بالإمكان أن السماح لي بنشر فيديو مباشر على حدوتة كشفية؟ أنا قيادة وجه. ما بعرف والله، مش عارفة. سبنجي عبد الباري، ما شاء الله بالتوفيق، تحياتي إليكم. أهلا وسهلا فيك. ممكن ما تتواصل مع تحياتي. اهلا وسهلا فيك قائد محمد من الجزائر. لمياء الشافعي، موفقين يا رب حبيبتي. هيا نبدا اليوم. هتقدم وانا ايه؟ حيدر، بالتوفيق الدائم يا رب. اهلا وسهلا فيك. تمام. انه كيف هلا بدنا نشجعهم انه كيف يعني يعطوا لابنائهم يعني كثير مواهب حلوه واشياء؟ كل طفل او كل ابن له مواهب مخبيه، ولازم الاهل يراقبوا الطفل ايش بيسوي علشان يكتشفوا مواهبه وينموها اكثر واكثر عشان تكبر المواهب عنده. ممكن يروحوا على مراكز تدريبيه، ممكن يروحوا على اكثر من مؤسسه لحتى ينموا هذه المواهب. في اطفال بيكون عندهم مخبيه موهبه الغناء، الدبكه، هاي الشغلات، ممكن لما يروحوا على مراكز او مؤسسات تدريبيه تظهر هذه المواهب ويكون عندهم فعلا موهبه بتجنن في هذه الشغلات. احنا بننصح كل ام تراقب ابنها ايش ممكن يكون عنده مواهب حلوه او شغلات حلوه وتكتشفها وتنميها له. امك اكتشفت موهبتك؟ انا كنت صغيرة، كنت احضر فيديوهات دبكة على التلفزيون زي هيك، كنت اقف قدام الشاشة، كنت اقلد، كنت احاول ادبك اشوفه زي هيك. فماما لقتني بعرف ادبك وهيك شغلات. كان في صاحبة إلنا اسمها ملاك دلتنا على فرقة العنقاء، كانت تعرف رزان، فرقة رزان معي، دلتنا على فرقة العنقاء، ومن هيك احنا رحنا على فرقة العنقاء. وبرضه الكابتن محمد عبيد، شكرا لهم، تحية لهم، دربنا على الدبكة وصرنا يعني اكبر واكبر في الدبكة. والكابتن عيد، والكابتن عيد تحية خاصة له برضه، وشكرا لهم كلهم لانه اللي وصلونا لهي المرحلة، وخلونا شاطرين في هذا الاشي. حسن، بالتوفيق ان شاء الله. تسلم، تحية. مراد نكيري، تحية كشفية من المغرب، اهلا وسهلا فيك من المغرب مراد. علا يونس حبيبتي، الله يسعدك، تحية كشفية خاصة لك. علا يونس، موفقين، تسلمي، تحية لك.
بدي احكي لكم شغله كمان، انه من كتر ما احنا بنتباكل ومن كتر ما هم شجعونا على الاشياء، اخواتي صاروا كتير ياخذوا مني افكار كتير حلوه. كانوا وانا قاعده بتبك يعني يحاولوا يعملوا وحده ونص زيي، هم بيعملوها غلط بس بيحاولوا انه ينفذوا يعني يدخلوا الفكره حركه منه. فكتير حبينا هذا الاشي برضو منهم. في كتير اطفال واحنا بالعروض بيقعدوا حوالين المسرح يحاولوا يقلدوا في الحركات اللي بنعملها، يشوفونا على التلفزيون يحاولوا يقلدوا الحركات اللي عندنا، وهذا ممكن لو اهلهم لاحظوا لهم هذا الاشي يصير عندهم مواهب حلوة. طبعا الدبكة حلوة كتير وحبينا نعلمكم شوية منها. بدنا نشوف كم حركة هيك بسيطة يعني نعملكم اياها، ونعملهم اغنية احنا حافظينها، وبنعمل لكم عرض اغنية احنا حافظينها من فرقة العنقاء للفنون. هلأ حنفرجيكم كم حركة خفيفة، بعد حنعمل لكم عرض كامل اتدربناه من فرقة العنقاء. طبعا الدبكة في إلها أساسيات، طفل أول إشي عشان رجله تتعود على الحركات الجاية. أول إشي رح نعمل لكم حركة واحدة ونص. تمام، هاي الوحدة ونص. هلا بدنا نعملكم حركة تشهيلة. تمام، في حركة تثليتة. تمام، في بدنا ندمج من هذول الحركات كذا حركة، يعني ممكن نعمل وحدة ونص تشهيلة، واحدة ونص تشهيلة، في كمان واحدة ونص هيك، في ممكن نعمل واحدة ونص تشهيلة بعدين تتليتة وتسكيلة بالآخر. ايش في كمان حركات؟ اي طفل معنا بيحضرنا او اي شخص حابب يتعلم يفوت ويحاول يجرب معنا، يثبت الجهاز يجرب معنا. في حركة معظم الشعب بسميها الفراشة اللي هي هيك. تمام، اعتقد هاي الحركات اللي دائما تتكرر معنا ودائما احنا كتير متعلقين فيها وهيك، فهلا حابين نضبط لكم الدبكة اللي احنا تعلمناها. خايف يا ظريف
نزفت عالرصيف وقول دورك يا خيدة عنا خفيف. هذول اللي ما عرفوا تاريخ بلادنا يا ظريف قولوا وقفت اقول لك رايح على غربي وبلادك احسن لك خايف يا ظريف تروح وتتملى وتعشير. هلا انت طبعا اكيد اي طفل شارك معنا يعني حاول يقلدنا اكيد لقط له حركه حركتين حاول يعملها واكيد كم من حركه لفتت انتباهه وحيحاول يعملها. تمام هلا بدنا نعيد الحركات عشان اللي ما شاف الفيديو كله او اللي ما شاف الحركات واضحه يعيد معنا واللي شاف يعيد علشان رجله تتحرك معنا يصير يلقط الحركه احسن. طبعا اكيد بتلاقوا على اليوتيوب فيديوهات بكون الاشخاص بيدبكوا بكون مبين الحركه فيهم كل شخص يمسك ابنه او بنته ويحاول يعلمها هاي الحركه علشان يشوف اذا عندها موهبه وممكن يعلمها على الرسم على الغناء يشوف اي موهبه لها ويدرب عليها. حركة من الأساسيات حنعيدهم علشان اللي ما انتبه ينتبه. قبل ما بدي أحكي أسرة حدودة كشفية بدي إياكم إن شاء الله تكونوا تعلمتوا معنا وبدي إياكم كمان تتعلموا منا وزي يلا نجرب مع بعض ونجرب مع بعض بالذات القاعدة دينا السومة. نشغل أغنية وندبك عليها؟ لا معي
ماشي. أساسيات الدبكة، أول إشي الوحدة ونص أعطيناها بأول الفيديو، هلا حنرجع نعيد علشان تعيدوا ورانا. الوحدة ونص تمام، في وحدة ونص كمان أرضية هيك تمام، في عنا تتليتة تتليتة هيك، وفي تتليتة أرضية تك 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 هيك تك تك تك. ممكن نعمل زي ما حكينا بالأول وحدة ونص أرضي مع تتليتة مع تشيلة، اللي هو تك وحدة ونص تك 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 تمام. هلا خلينا نرجع، وبدي اشوف كلكم، بدي اياكم تكتبوا لي بالتعليقات مين بده اكتب له اسمه بالخط الديوان، او اي حكمه مثلا، او اي حاجه نكتب لكم اياها بالخط الديواني. طيب بس خلينا نجاوب على التعليقات اللي موجودة. القائدة دينا اسمها من داخل متحف الكشف الرائع لبيت المبدع الصديق الحدودة شادي الصقر، الله يسعدك حبيبتي تحية لك. في لميا الشافعي لودة من تنمية المواهب لكل أطفال، أكيد كل طفل له موهبة وأكيد حينموها. هاي دعوة لكل الأطفال والأصل الاهتمام بموهبة أطفالهم، بداية حدودة رزان وحدودتي بدأت من اهتمام الوالدين، من اهتمام ماما وبابا. أول إشي لازم اهتمام الوالدين علشان يصير لطفل موهبة واهتمام لهاي الموهبة عشان تتنمى. طيب تمام، هلا أنا بدي اياكم تكتبوا لي بالتعليقات شو اكتب، زي ما قالت ديما حكمة او مقولة او اسم ممكن انا اكتب لكم اياه في الخط الديواني، وانتم ممكن عن طريق البث تاخذوا سكرين شوت منه، وممكن مثلا يكون عندكم شعار لاشي تقدر تكتب لكم اياه رزان. يلا هيني بستناكم بالتعليقات. نخاف الله مخافة الله. طيب لا Thank you.
اسمها محبة الله. في كمان انا بدي اكتب خلي عينك على الدودة. سمير كاتب واحدة تكتب مريم والثانية تكتب لي زينب. هاي أنا مريم. يلا مين كمان؟ في قائدة لميا الشافعي طلبت اسمها، طلعي لها اياه ورجيها اياه. كتبنا منصة حدوتة كشفية كل الشكر لها. مجموعة كشاف الغزة الأولى. رح نكتب انتصار قائد حمادة. كل الشكر إلها. الزهرة منة الله مصطفى خبرت باسمها. يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. الصبر هو الشباب الامل وراء كل انجاز.
ونحن بمال الخيرون نجود. وخلتونا نوصل لهذا الاشي وشكرا للقائدة برضو دينا السومة وشكرا لحدوتة كشفية. وبدي احكي لكم لاخر مرة خلي عينيكم على حدوتة كشفية ورح نختم الاشي في ذبكة حط الأغنية الأخيرة اللي شعبت فيها دلعن دلعنة ولما فحتي علينا
خبى قمر السماء. معكم رزان ومعكم ديما.